السلام عليكم البنات، السلام عليكم الاميرات الحبيبات ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ السلام عليكم مشاهدي ومتابعي قناه سميه وورد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد. في هذا الفيديو هذه غادي نقدم لكم مسمنات معمرين اولا رغيف معمرين بحشوه، يا سلام، كنتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم، فبقوا معايا لاخر الفيديو تعملوهم ان شاء الله لهذا رمضان 2019. وقبل ما نبداو مشاهدينا الكرام، صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا غادي نبداو المقادير والطريقه على بركه الله. عندي هنا 1250 غرام من السميده الرقيقه، يمكنكم تعوضوها بالفينو، جي احسن. انا صراحه ما كانش عندي الفينو فعملت السميده الرقيقه. و250 غرام من الدقيق الابيض، عملت واحد قبسه ملح وملعقه كبيره من سكر سنيده اولا سكر حبيبات، وغادي نعمل واحد الساشي من الخميره كيميائيه 7 غرام. كما كتلاحظوا معايا غادي نحتاجو الماء الدافئ، غادي نخوي على حسب الخليط، يعني نخوي كميه الماء على حسب كميه الدقيق والسميده اللي عندي. نتوما يمكن لكم تزيدوا الكميه، انا الصراحه عملت كميه قليله، ولكن الا بغيتوا تضعفوها تضعفوها. ونبداو نجمعوا الخليط ديالنا. هنا البنات غادي نحاولوا نجمعوا العجينه ديالنا كما كتشوفوا، نجمعوها بطريقه عاديه جدا. هنا البنات غير سمحوا لي كنعجن بواحد اليد وكنصور بواحد اليد. البنات من بعد ما جمعت العجينه ديالي فانا ما دلكتهاش تماما، فكما شفتوا معايا غير جمعتها فقط، دلكتها واحد 5 دقائق ما جمعت العجينه وصافي. هنا جبت واحد كيس بلاستيكي وضعت فيه العجينه ديالي، غادي نخليها ترتاح واحد المده تقريبا 30 دقيقه. وانتم البنات الا كان عندكم الوقت خليوها اكثر فخليوها ترتاح اكثر، حيت كل ما ارتاحت اكثر واكثر النتيجه كتخرج لكم رائعه جدا. فبقاو معايا نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه انا جبت واحد المقلاه وضعت فيها القليل من الزيت النباتي، يمكنكم تعوضوها بزيت الزيتون. قطعت فلافل الوان، عندي الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، الفلفل الاصفر صراحه ما متوفرش عندي، الا متوفر عندكم يمكنكم تستعملوه. غنخليو ديك الفلفله تشحر واحد شويه كما كتشوفوا، من ثم غادي نضيف عليها واحد البصله كبيره مقطعه الى اطراف صغيره مربعات صغيره، شلضوها. انا البنات غادي نستعمل البصل الاخضر كما كتشوفوا، بصله بيضاء بصله الخضراء، فانا تقريبا استعملت واحد ثلاثه حتى اربعه البصلات خضر بحال هيدا. ديك البصله الخضراء كتكون طويله الحق، البصله اليابسه استعملوا بصله واحده فقط تكون كبيره، الحجم ديالها كبير. غادي نخليو هاد المكونات يتشحروا واحد شويه، من ثم غادي نضيف واحد حبه من القرع الاخضر، القرعه الخضراء محكوكه في الحكاكه مبشوره بهذا الشكل هذا، حتى هي نخليها تشحر مع الفلافل والبصله واحد شويه بهذا الشكل هذا. خليهم حتى يدبالوا، من بعد ما دبلت ديك البصله وديك القرعه الخضراء ودوك الفلافل، انا البنات غادي نضيف تقريبا 250 غرام من كفته ديك الرومي، كفته دلادانس، يمكنكم تضيفوا كفته صدر الدجاج لمالا. خليوا هاد المكونات كلهم يتشحروا مع بعضهم، انا كنحاول نفرتت ديك الكفته كما كتلاحظوا. نخليو المكونات كلهم تيتشحروا، من ثم غادي نضيفوا الملح والتوابل. بالنسبه للملح ضيفوا الملح حسب الذوق، كل وحده والذوق ديالها، وبالنسبه للتوابل حتى هي على حسب الذوق. بالنسبه لي انا غادي نضيف الخرقوم والسكنجبير والفلفل الاحمر الحلو والابزار والكمون. نتوما ضيفوا التوابل اللي بغيتوا اللي كتعجبكم، ونخليو الكفته ديالنا طيب وتشرب لينا هذا الماء ديالها. ومنين طيب البنات الكفته ديالنا، طفيو على البوطه وخليو الحشوه تبرد.
باش نعمرو بها الرغيفات ديالنا. وهنا البنات من بعد ما سالينا من تحضير الحشوه غادي ندوزو للعجينه ديالنا نشوفوها واش ارتاحت. انا خليتها البنات كما قلت لكم نص ساعه، نتوما الى كان عندكم الوقت تخليوها اكثر احسن، يعني النتيجه غادي تخرج لكم احسن واحسن ان شاء الله. غنجربوا الطريقه ديالي وما غتندموش. صافي غنزول العجينه من بلاستيك وها هي العجينه ديالنا. شوفوا القوام ديالها كيف رجع، رجعت لينه جدا عادي. الا خليتوها اكثر غادي ترجع معلكه بحال المسكه. هنا البنات هنا عندي واحد الخليط ما بين الزيت والزبده، ذوبت الزبده وعملت معها الزيت. دابا غادي نقسم العجينه الى كويرات. بعد ما قسمت العجينه الى كويرات كما كتلاحظوا بهذا الشكل هذا، يعني حاولت انني نقدهم يكونوا مساويين في الحجم. غادي ناخذ داك الخليط الزبده والزيت، غادي نحاول نبقى نبسط به الكره ديالي كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. المهم نبسطوا العجينه عادي جدا بحال نعملوا مسمن، نحاول ما امكن نبسطوها ونعملوها رقيقه قدر الامكان. والعجينه راه كل ما ارتحت البنات ما غتقطع لكم ما غتمزق لكم، بالعكس تماما كل ما ارتحت كل ما النتيجه كتخرج رائعه جدا كما قلت لكم. ومره مره ندهنوا بخليط الزيت والزبده كما كتشوفوا. غادي نحاولوا نبسطوا هاد العجينه هذه او هاد الكريه هذه على شكل دائره، تبقاو تبسطوا وتجبدوا من الاطراف. عاد البنات انا استعملت السميده وكان استعملت الفينو وكان غتجي كما كنقولوا لينه اكثر. بالحق ماشي مشكل، واحد شي مرات كيقضي باش ما كان ماشي ما عنديش الفينو وصافي ما يعملش المسمنات ما يعملش الرغيفات معمرين، حاشا ولله. واخا ما عنديش الفينو نعمل السميده اولا البنات. مهم بعد البنات ما عملت دائره بهذا الشكل هذا، غادي نجيب الحشوه ديالي كما قلت لكم خليوها تبرد. بعد ما تبرد انا ضفت لها القليل من الزيتون، زيتون مقطع اخضر كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. نخلط الكل وغادي نبدا نعمر المسمنه ديالي اولا الرغيفه ديالي. نهز بالمعلقه كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، ونحاول اني في الحشوه نعمرها على شكل مربع باش حتى الشكل ديالها يجي مقاد ومزيون كما كتشوفوا. مهم عمروها، يعني ما تعمروهاش بزاف وما تعمروهاش غير قليل، الحشوه تكون متوسطه باش عاوتاني تلقاو ما تاكلوا في ديك الرغايف غيجيو مزيونين البنات بصراحه والله الا جاوا رائعين جدا في المذاق وهائلين. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم بهذا الشكل هذا كما قلت لكم مربع، عمرت الحشوه على شكل مربع. ودابا غادي نطويو الاطراف كما كتلاحظوا، غادي نطوي هاد الجهه هادي وندير نطوي الجهه المقابله لها بهذا الشكل هذا، وغادي نطوي الجهه اخرى والجهه المقابله لها. وها هما الرغيفات ديالنا معمرين واجدين، يا سلام. كنتمنى البنات الطريقه تكون واضحه جدا. انا غادي نقلبها، غادي نستمر البنات بنفس الطريقه ونكمل الكويرات اللي باقيين عندي. فبقوا معايا ما تمشيو فين باش نطيبوهم. انا دهنت بواحد شويه بزيت والزبده، خليط الزيت والزبده الذائبه. ومنين نجيو نطيبوا الرغيفات ديالنا غادي تاخذوا واحد المقله اللي غادي تكون اكيد عندكم ما كتلصقش باش ما تضيع لكمش الرغيفه ديالكم او المسمنات ديالكم. رشوا القليل من خليط الزيت والزبده المذابه وعملوا
الرغيفة ديالكم. بالحق خليوها طيب البنات على نار هادئة جدا، وخليوها طيب تتاخد اللون الذهبي. من بعد ما تحمرات من هاد الجهة خدات اللون الذهبي، قلبناها على الجهة اخرى، خليوها طيب تهية. من بعد البنات فاش تحمر من الجهة اخرى، حاولوا ما امكن انكم تقلبوها على الاطراف باش تساش الشكل ديالها كيتعاود كيجي مربع جميل جدا، وحتى الاطراف حتى هما كياخذوا واحد اللون الذهبي اللي جميل. وفي الاخير مشاهداتي الحبيبات ومتتبعاتي الغاليات، هذا هو الشكل ديال الرغيفات ديالنا او المسمنات ديالنا، معمرين بحشوه جد اقتصاديه وسهله وسريعه التحضير، وحتى العجينه كتقدروا تعملوها في وقت وجيز جدا بدون ذلك، بدون اي مجهود، تماما بدون عناء. كنتمنى فعلا تجربوهم وينالوا اعجابكم. فانا زينتهم بفخوماج قطعتو ايضا على شكل قليبات باش نعطيهم داك المنظر مزيون، وزينتو ماسيغيس وشويه القزبر. فرمضان على الابواب ان شاء الله، تقدروا تعملوهم في رمضان. فاللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. اللي عجبها الفيديو ما تنساش تضغط جيم 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 وتبارتاجي لا فيديو مع اصحابها واصدقائها، واللي ما مشتركاش في القناتي مرحبا بها في قناة سمية وورد. الى الفيديو القادم ان شاء الله.